كان مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى صفوفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان، لسه مكملين مع حضراتكم زيارتنا الى واحه سيوة لحضور فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصريه في واحه سيوة. هذا المهرجان اللي بتنظمه جائزه خليفه الدوليه لنخيل التمور والابتكار الزراعي. امبارح قابلنا ببرنامج الجدعان العديد من العارضين من منتجي التمور، النهارده هنزور مزارعين في اراضيهم، هنروح مصنع نجمه سيوة، المصنع الفائز بأفضل منتج على مستوى سيوة. كمان عندنا لقاء شديد الأهمية مع الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة لنخيل التمور والابتكار الزراعي. حلقتنا النهاردة شديدة الأهمية، خلي بال حضراتكم اللي هنقابلهم النهاردة سواء مزارع أو مصنع أو أمين عام الجائزة، الهدف هو النهوض بالتمور العربية، دي رسالة كبرى بدأت مع جائزة خليفة. خليكم معنا. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يرصد في سيوة قصة نجاح المزارع الجدع عبد الغني كمال، والذي يقيم في سيوة منذ 30 عام ويزرع 12 فدان بالنخيل السيوي ويعيش حياته هو وأولاده في هدوء شديد. وفاز بجائزة المهرجان الدولي الأول للتمور المصرية في سيوة، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. فريق الجدعان يزور مصنع نجمة سيوة للتمور الفائز بجوائز المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية في سيوة كأفضل مصنع للتمور وأفضل منتج تمور، وتصل طاقته الإنتاجية لنحو 3000 طن تمور سيوي سنويا، وبلغت استثماراته 20 مليون جنيه. فريق الجدعان يلتقي الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي يروي حكاية الجائزة وكيف ساهمت في تطوير صناعة التمور في 5 دول عربية هي مصر والسودان وموريتانيا والمغرب والأردن. الآن تشاهدون فريق الجدعان يرصد في سيوة قصة نجاح المزارع الجدع عبد الغني كمال، والذي يقيم في سيوة منذ 30 عام ويزرع 12 فدان بالنخيل السيوي ويعيش حياته هو وأولاده في هدوء شديد. وفاز بجائزة المهرجان الدولي الأول للتمور المصرية في سيوة، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. لسه مكملين مع حضراتكم زيارتنا الخاصة جدا لواحد سيوة عشان نتعرف على جدعان صناعة التمور في مصر المشاركين في المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية في سيوة، واللي بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظمه مؤسسة جائزة خليفة لنخيل التمور والابتكار الزراعي اللي بيدعمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بالإمارات. حدث جلل ومهرجان عظيم هدف النهوض بالتمور المصرية وفتح أسواق العالم ليها، وعشان كده شارك فيه حوالي 85 عارض من جميع المناطق المنتجة للتمور زي سيوة والواحات البحرية والوادي الجديد وأسوان وغيرها، بخلاف عارضين من الأردن والإمارات والسودان والمغرب وموريتانيا، والكل بيتنافس بقوة. النهاردة
هناخد حضراتكم في جولة بواحد سيوة، وهنقابل خلالها الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عشان نتعرف على خريطة التمور في العالم وشروط غزو الأسواق الكبرى وإزاي نضاعف صادراتنا. كمان هنزور عبد الغني كمال أبو كرم، هو من أبناء محافظة الأسكندرية وقرر أنه يستقر تماماً بأسرته في واحد سيوة من حوالي 30 سنة، وتخصص في زراعة النخيل والزيتون. كمان هنزور مصنع تمور سيوة الفائز بجوائز أحسن مصنع وأحسن منتج تمر في المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، وبصراحة المصنع مبهر. تعالوا في البداية نبدأ جولتنا من أراضي سيوة المزروعة بأجود أنواع النخيل. دلوقتي إحنا في مزرعة عبد الغني كمال أبو كرم في سيوة في حضن جبل الدكروري، هو بيمتلك 12 فدان مسجلين ومزروعين بالنخيل والزيتون، وعايش في بيت في قلب المزرعة، وقدامه عامل حوض لتجميع المية ومصدر المية بير فوار. واستقر في سيوة من حوالي 30 سنة زي ما قلنا لحضراتكم، وابنه أحمد عبد الغني مهندس زراعي، ونجلته سرية طبيبة بشرية وهي مسؤولة عن صحة المرأة في مدينة الحمام. حياته هادئة تماما زي هدوء سيوة، ومن ساعة ما زرع النخيل والزيتون حاله تبدل تماما، وقصته نموذج مضيء في الواحة وتعتبر دليل للباحثين عن تجربة الحياة في سيوة. وبالمناسبة هو فاز بدرع المهرجان الدولي الأول للتمور كأفضل منتج للتمور في واحد سيوة. من حوالي 30 سنة خطفتك سيوة، كنت عايش في اسكندرية وفجأة المكان اتزحم واخترت مكان أهدى منها. نعم. ولكن من 30 سنة سيوة ما كانش فيها أي حاجة. صحيح. خدت القرار ده إزاي؟ الحقيقة جيت من سيوة عن طريق ناس معارفي حكولي عنها، فجيت عجبتني البلد قوي كهدوءها وكمناظر طبيعية وناسها طيبين جدا وعلى الفطرة، وحسيت بحاجة أمان غريب قوي. ده طمنك وخلاك من 30 سنة تاخد قرار إنك تهجر الأسكندرية بكل الصخب اللي فيها وتتحرك لسيوة هنا. صحيح. استقبلتك إزاي؟ الحقيقة أنا كان ولادي في الفترة ديت المهندس أحمد في سنة رابعة ابتدائي مدارس خاصة في اسكندرية، وبنتي الدكتورة حاليا كانت في أول عدادي. جبتهم هنا وعملت لهم مكان، كنت واخد فيلتين من فيلا المحافظة كانت عاملاها، وعشت فيها شوية وهم حبوا البلد. جيت بقى قمت هنا، بنيت هنا وعشنا هنا. يعني أولادك وزوجتك ما اعترضوش على سيوة؟ ما اعترضوش، رغم ان مفيش خدمات، مفيش كهرباء، مفيش طرق. في البداية في البداية انا هنا طبعا لما جيت بنيت هنا ما كانش فيه الكهرباء واصلة هنا، كنا على الشموع او بعض الحاجات اللي البطاريات اللي احنا بنستخدمها للإضاءة. وسعيت مع ناس كتيرة قوي ان هنا ايه نيجي نبني او نوصل الكهرباء هنا، فاشترت علي هيئة الكهرباء الريف ان انا ابني الأوضة بتاعت الكهرباء واستضيف المهندسين والعمال، وهم بكده يقدروا يدخلوا الكهرباء، وفعلا ده حصل. يعني بعد كده استفاد الناس بقى كلها، وجت بقت قريه كبيره حوالين مني هنا. يعني دي قريه ايه اللي احنا فيها بقى؟ دي قريه الدكرور او شرق جبل الدكرور. بدات ازاي بقى انك تزرع الارض؟ البدايه الحقيقه انا خدت من عندهم هنا تمر الاول اتاجر فيه، تمر وزيتون، ونزلت الحاجه ديت في اسكندريه ووزعتها، والناس اعجبت بها جدا. وبعدين قلت ليه انا ما ازرعش، يعني شفت جنينهم جميله قوي وشفت حاجتهم، قلت ليه انا ما ازرعش. فمن قبل 93 أخذت المكان ده، كان حوالي 12 فدان، وابتديت أصممه وأسألهم مسافات النخيل قد إيه، الطريقة دي إزاي أعمل إيه. ما أنا راجل ما عنديش أي فكرة للزراعة، أنا في الفيلا بتاعت الوالدة كنت أزرع شوية جرجير بقدونس أي حاجة بتاع كنا بنعمل كده فيها هي زيتونة، فيها رمانة، فيها سفارجل، فيها كده، ما عنديش فكرة للنخيل يعني. فواحدة واحدة كده لغاية لما الحمد لله من 6 سنوات جه مهرجان الأول لسيوة، ووريتهم التمر بتاعي وخدت جائزة أفضل منتج تمر في المهرجان الأول. يعني قولي بقى حضرتك زرع هنا أصناف إيه من النخيل؟ ده أنا شايف ده صعيدي مش كده؟ أنا صعيدي أو سيوي زي ما بيقولوا. سيوي أنا بيزعلوا من كلمة صعيدي، يقولك لا سيوي النخيل السيوي وفي معرفش في القاهرة واسكندرية معروف إن الغزالي اللي هو الجاف ده بتاع رمضان، بس هنا بيقولوا عليه الفريحي. يعني الفريح اللي هو بيبقى فاتح شويه ده، فاتح وجاف جدا لو ممكن يتفرم او يتعمل يبقى بودر، يعني بودر بديل السكر يعني. والزيتون بقى زرع ايه؟ الزيتون زرع جميع انواع الزيتون، يعني تخليل وزيت قول الاصناف اللي عندك. كل الاصناف تقريبا اللي موجوده في العالم، يعني الاسباني
عندي صنف البيكوال وصنف المنزلينو. اليوناني عندي الكالاماتا والدولسي. عندي زيوت كوراناكي كوراتينا. عندي حاجة اسمها المرائي، ده صنف جميل قوي كان ممتاز بيه بسيوة. يعني نسبة الزيوت فيه عالية قوي. فتقريبا كل أنواع الزيوت وكل أنواع الزيتون المخلل موجود عندي. يعني لو اتكلمنا عن تجربة حضرتك في الزراعة، أنا شاب شايف حضرتك وشايف أن أنت قصة نجاح كويسة جدا هنا في سيوة وعايز أقلدك، خطواتها تبقى عاملة إزاي؟ أبدأ هنا إزاي؟ اختيار الأرض، نوعيتها ونوعية الصرف اللي فيها، مدى قرب المية منها، لأن في أماكن ما زالت بكر فيها الأرض ممكن تطلع فوارة. يعني حضرتك تدق بير مثلا على عمق 100 متر ولا حاجة، المية تطلع فوارة، أنت مش محتاج أنك تعمل طاقة شمسية في المكان ده، مش محتاج أن أنت تعمل ديزل أو جاز أو كهرباء في الأماكن دي. طلع لوحدها، طلع لوحدها. الملوحة قد إيه بقى؟ الملوحة ممكن بحد أقصى 1200 مثلا. ده يعني ودي ناجحة جدا أو مطلوبة جدا للنخيل. عندك كلف مزرعة الزيتون؟ أنا عندي 1100. أنا بنصح، وده اللي موجود، يعني أنا بنصح أن أي شاب بيجي هنا طبعا مش هيعتمد على أنه هو هتدخله دخل المزرعة من أول 5 سنوات. ممكن يحصل كده وكتير بيعملوا كده. إزاي بقى؟ الأرض بكر. انت النهارده تيجي تقسم الارض بتاعتك وتيجي تدق البير بتاعك وتبتدي تزرع برسيم حجازي. البرسيم الحجازي ده هو اللي هيقدر يعيشك منه ويصرف عليه. وبعد البرسيم الحجازي يعني ادخل في النخيل ولا الزيتون؟ ما هو مع زراعه البرسيم الحجازي حضرتك بتحط شتلات الزيتون من اول شهرين. شتلات الزيتون وشتلات النخيل. لما الزيتون يكبر بقى ويضلل على البرسيم، البرسيم بيروح لوحده، ما بيروح يعني. والنخيل لما يكبر برضو يعني النخيل بيخلي ظل النخيل على البرسيم بيروح، لكن بتستفيد منه 5-6 سنوات. تنصح اللي يجي يشتغل هنا ان هو يدخل في مرحلة التصنيع الزراعي، يعني يعمل زيت زيتون، يخلل زيتون، يعمل بودرة تمور، يعمل عجوة؟ والله أنا كان الوضع اللي هيساعده بقول لحضرتك هنا استثمار واعد جدا. يعني للأسف مفيش مصنع زيتون متخصص فاهم إلى الآن في سيوة. مفيش مصانع البلح موجودة، لكن إحنا عايزين مصنع بلح غير تقليدي. يعني نفسنا بقى حاجة زي الإمارات، زي السعودية، زي أمريكا في كاليفورنيا. بنشوف الحاجات ديت على في النت، وبنشوف الحاجات ديت في فيا ريت فعلا حد يكون متخصص. طب احنا محتاجين ايه هنا في سيوة من واقع تجربتك كمزارع عمرك 30 سنه في هذه الارض الطيبه؟ احنا بنملك هنا بلح او تمر اسمه الفريحي، ده تمر الجاف. فالحقيقه احنا محتاجين هنا، ودي كانت فكرتي من زمان، ان البلح الجاف ده بيطلع بكميات كبيره جدا. ازاي يستخدم ويصنع؟ اقل حاجه يبقى بودر سكر، يبقى بديل السكر. وأنا أسمع أن ده مطلوب في كل دول العالم، بديل سكر القصب وبديل سكر البنجر، لأن طبعا ميزاته مختلفة خالص. تاني حاجة عايزين مصنع متخصص محترف ياخد الزيتون ويسوقه من هنا على مستوى العالم، سواء مستوى المحلي من هنا أو على مستوى العالم يصدره من هنا. ثانيا محتاجين مصنع غير تقليدي. كل المصانع اللي هنا بتعمل شبه بعض كلها، يعني بتاخد البلح وتبخره وتغسله وتجففه وتعبيه في علب كرتون، بيضيع منه قيمة غذائية كثيرة جدا. لكن أنا هنا الحقيقة ببيع منتجي فريش. فإحنا الحقيقة محتاجين مصنع بلح بفكر جديد، محتاجين مصنع زيتون ويلم الزيتون اللي موجود في الواحدة بكميات مئات الأطنان، ألاف الأطنان. محتاجين مكان زيت، لان احنا عندنا زيت الزيتون على ما اعتقد انا منحاز لزيت الزيتون السيوي، ومنحاز للزيتون السيوي اللي هو الحامض. انحياز لو اتعمل بطريقه صح جدا ده اهم حاجه. انا عايز اقول لحضرتك زيت الزيتون على مستوى العالم كله هو في حاجتين. يعني احنا كنا مقدمين بحث عن طريق ابني احمد المهندس الزراعي، وكنا بنقول زيت الزيتون الجيد بيكسر ك س ر، يكسر أي نشاط خلايا سرطانية في الجسم. صحيح. وزيت الزيتون الرديء يكثر، نشيل السين وحط الث، يكثر من نشاط الخلايا السرطانية في الجسم. إيه الجيد وإيه الرديء؟ أنا النهاردة زيت الزيتون الرديء 4 كيلو زيتون مرمي تحت الشجر ونسبة حموضته عالية والبروكسايد عالي فيه، 4 كيلو يديني كيلو زيت. والأربعة كيلو، الكيلو ده مثلا ب2-3 جنيه، أبقى مكاسب فيها كويسة جدا لو بعته ب40-50 جنيه. لكن الزيتون الجيد، أنا النهاردة بجيب زيتون لسه أخضر من على الشجر، الكيلو 10 كيلو يديني كيلو زيت، 10 كيلو زيتون يديني كيلو زيت. لو قلنا افتراضا الكيلو ب8 جنيه، يبقى دي 80 جنيه رايحين في الزيتون على كيلو زيت، زائد مثلا لو قلنا 10 جنيه عصير، ادي 90 جنيه.
نقلوا رايح جاي وخبهدك وبراميل وخمسة جنيه فلترته، لأن طبعا بيتفلتر طبيعي جدا بنسيبه حوالي شهرين أو أكتر، يعني كيلو الزيتون بيقف علينا لو احنا عصرناه أكتر من 100 جنيه، هنحط عليه 10 جنيه ولا 20 جنيه مكسب، يعني 120 جنيه مش أقل من كده. التجار هنا أو في أي مكان تاني بيلاقوا منافسة، إن ناس بتبيع ب60 ب70 ب80، فيضطروا بقى يعملوا أي حاجة مش مظبوطة. ناس بتعتقد إنها ممكن تتعالج بزيت زيتون لكن بيزيد عندها سرطان لأنها بتستخدم زيت زيتون رديء. لكن عن تجارب من أصدقائنا كان عندهم سرطانات وكانسر، استخدمنا معهم زيت الزيتون البيور الإكسترا فيرجن النظيف لمدة سنة سنتين، الحمد لله موضوع السرطان ده انتهى من عندهم تماما بدون كيماويات وبدون إشعاعات وبدون أي حاجة. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يزور مصنع نجمة سيوة للتمور الفائز بجوائز المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية في سيوة كأفضل مصنع للتمور وأفضل منتج تمور، وتصل طاقته الإنتاجية لنحو 3000 طن تمور سيوي سنويا، وبلغت استثماراته 20 مليون جنيه. الآن تشاهدون فريق الجدعان يزور مصنع نجمة سيوة للتمور الفائز بجوائز المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية في سيوة كأفضل مصنع للتمور وأفضل منتج تمور، وتصل طاقته الإنتاجية لنحو 3000 طن تمور سيوي سنويا، وبلغت استثماراته 20 مليون جنيه. دلوقتي هنتحرك في سيوة على مصنع التمور نجمة سيوة الفائز بجوائز المهرجان الدولي الخامس للتمور أفضل مصنع في سيوة وأفضل منتج للتمور، وأسس مجموعة المصانع الحاج بلال محمد بداية من سنة 1961 وكانت بدائية جدا. أما أحدث المصانع فاستثماراته تجاوزت 20 مليون جنيه اللي حضراتكم فيه دلوقتي، وبيجهز التمور من أول شرينك في حبة واحدة محشية مكسرات ومغلفة أو بالشوكولاتة لغاية عبوة 10 كيلو جرام، وبينتجوا التمور بطاقة 3000 طن سنويا، ونجحوا في التواجد بجميع سلاسل السوبر ماركت. وبالمناسبة مفيش مهرجان تمور شاركوا فيه إلا لما حصلوا جوائز التميز كأفضل إنتاج. تعالوا نقابل أحمد بلال محمد مؤسس أحدث مصانع نجمة سيوة. مصنع نجمة سيوة مظبوط، تستحق تبقى نجمة بجد. الله يكرمك. انت راجل في 5 مهرجانات واخد دايما جوائز الحمد لله، السنة دي واخد أحسن مصنع وأحسن تمرة بتطلع من هذا المكان سواء للسوق المحلي أو العالمي. خليني أقول لك المصنع يفرح، الناس فاهمة بتعمل إيه وده مهم. الله يكرمك. احنا بنتكلم في صناعات غذائية، عمرنا النهارده يقترب من 61 سنه، صح كده؟ بالظبط. من ساعه ما الحاج بلال قال لك لا انا لازم اطور الشغلانه اللي قايمه عليها سيوة اللي هي التمور. بالظبط. عايز اسمع الحكايه. الحكايه من البدايه طبعا الحاج والدي من الستينات بدا شغل التمور. كان زمان طبعا شغل التمر بتكبس خمسات وعشرات، وبعد كده طور 5 كيلو 10 كيلو كبس، 5 كيلو 10 كيلو كبس. وبعد كده سنه 98 فكر الحاج ان هيعمل مصنع لتجفيف وتعبئه التمور، فبدأ بالفعل عمل مبنى ومصنع، بدأ يعلب ويغلف حسب احتياجات السوق. تمام. وبعد كده بدأ يشتغل لحد لما وصلنا لمرحلة المصنع الجديد. المصنع ده حاليا 3 سنين شغال. طورنا من المصنع وجبنا مكان جديد وخطوط انتاج جديدة وخطوط شوكولاتات ومحشيات، وبدأنا نصدر التمور للمغرب واندونيسيا وغانا وجميع يعتبر الدول بنصدر التمور. يعني وصلنا لكم سعر السنة دي في التصدير؟ التصدير وصلنا حوالي 1250-1300 دولار. طب حلو. من الأول 800 دولار و900 دولار. في الأول كان ب 800 و900 دولار، السنة دي الحمد لله الأسعار كويسة جدا. يعني الكميات بتاعتنا حسب الجودة، يعني احنا بنهتم هنا بالجودة
في الاستلام التمور برضو بنصنف التمور، يعني في صنف حيطلع تصدير، وفي أصناف تخش للشغل المكسرات، وفي أصناف تخش للمحلي. بنصنف التمور، بيبقى عندي تلاجات مخصوصة، كل تلاجة محطوط عليها أرقام معينة، دي شغل تصدير ودي شغل محلي ودي شغل اللي حيطلع للفرم، كل حاجة مصنفة. السنة دي خدنا كم طن من سوق سيوة من المزارعين؟ المزارعين السنة دي خدنا حوالي 3000 طن. السعر كم السنة دي؟ كيلو التمور من المزارع 11000 طن. من وجهة نظرك كرجل صناعة، ده يغطي احتياجاته كمزارع؟ يعني تكلفة المبيد بتاعه وعناية النخلة، ودي مش سهلة. والله يعتبر كويس الحمد لله، مغطي يعني، غير احنا يعني كل سنة ان شاء الله الأسعار هتزيد سنويا. غير أهم حاجة المزارع يهتم بالنخلة، تقويس بالتخفيف التمر، عشان الصمرة نفسها تكون جودتها عالية، نعرف نصدر ونجيب سعر أعلى أسعار يعني. خلي بال حضراتكم، الحاج أحمد بلال محمد زارع 40 فدان نخل سيوي، هو متمسك بالصنف وبيراهن عليه، وهيزرع 10 فدان بالنخيل المجدول كتجربة. وبالمناسبة هو بيزرع لأن ده عرف، كل أبناء سيوة لازم يبقى عندهم أراضي مزروعة بالنخيل، وكمان عشان يعمل نموذج لأهله من أبناء سيوة عشان يقلدوه ويطبقوا أفضل ممارسات زراعية في رعاية النخيل. عايز أعرف منك هنا، المصنع حجم المعدات الهائل اللي أنا شايفه ده، أنت مقسمه أقسام بالزبط. كل قسم مسؤول عن حاجة بالظبط. عايز أعرف كلفك كام الفكرة ده؟ استثمار قد إيه؟ الاستثمار حوالي 20 مليون هنا. حوالي 20 مليون جنيه. دراسة الجدوى بتقول إن أنت ممكن تستعيد رأس المال في خلال قد إيه؟ يعني من 7-8 سنين لها كده يعني. هل عندك مراحل تانية إنك ممكن تزود خطوط إنتاج؟ يعني مخطط ليه الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله إحنا بنزود التمور، ممكن بدأنا فعلا بنستورد تمور من السعودية، بندخل يعني غير حوالي بتاع 15% بس من التمر السعودي، يعني السكري طلب مننا في السوق المصري هنا في السلاسل، فقلنا هنجيبه برضو كمية بسيطة كده نبدأ بيها إيه حسب الاحتياجات السوق اللي عندنا. ونجحت معاك هنا؟ الحمد لله، لسه يعني بدأنا من سنتين بالضبط يعني. مصر انتاجها من التمور حوالي 1,700,000 طن، صادراتنا 45,000 طن. نصيحتك عشان نزود الكميات دي، احنا ما بنصدرش 2-3% من حجم انتاجنا. ايوه. ايه السبب من وجهة نظرك؟ لازم نرفع من كفاءة التمر المصري. هيبقى من البداية نفسها من المزارع نفسه او المستثمر اللي بيزرع النخيل التمر، لازم يزرع النخيل التمر منظم، في ري منظم، ري النهاردة طبعا الحديث، التنقيط، يهتم بالنخلة، تقويس، التكييس، ده اللي حيرفع كفاءة التمر ويزود من التصدير لمصر إن شاء الله يعني. هل إحنا مش عارفين نفتح أسواق برا؟ يعني معقولة كل صادراتنا 45,000 طن من 1,700,000 طن؟ ما إحنا إن شاء الله يعني لازم كل مصنع يطور نفسه ويجيب معدات حديثة ويكون مصنع مهيئ عشان يطلع منتج غذائي مضمون 100%. في مزارع ممكن تاخد منه ب 12 جنيه مش 11؟ في أنا في مزارعين بنروح المزرعة بنفسي، بنشوف الشغل بتاعه، المزرعة يعني التمرية حجمها كبير، ده طبعا بيفرق معايا في التصدير طبعا، فبنزود له يعني بنرفع له الروح المعنوية بتاعته، بيستحق 12 جنيه يعني. السنة دي برضو السوق كان شغال ب 11 فعلا، في مزرعة بتطلع كمية كويسة وصاحبها يعني عامل شغل جامد فيها، فطلب 12 جنيه وأنا قلت له أوكي 12 جنيه ماشي. نجمة سيوة بقى فرحنا، ولنا منتجاتنا إيه؟ منتجاتنا طبعا احنا بنعمل منتجات من 700 جرام لحد 10 كيلو، وبنعمل بلح مكسرات، محشي لوز مغطى شوكولاتة سمراء، حلو قوي مغطى شوكولاتة بيضة، مغطى بالفراولة، بنعمل تمرية بالسمسم، بالشوفان، بجوز الهند. عايز اسألك سؤال بقى. اتفضل. انت شاطر. انا شايف نجمة سيوة في كل سلاسل السوبر ماركت في مصر. الله يكرمك. خصوصا ولاد رجب، بشوفك عند سعودي، بشوفك عند اكسبشن وهايبر وان. وهايبر وان، برافو عليك. طيب دخلت بقى السلاسل الكبيرة دي ازاي؟ الوطنية اللي بتفكر في المنتج. عرضنا المنتجات بتاعتنا، وهم المنتج بيفرض نفسه في السلسلة، هو المستهلك بيقول لك نجمة سيوة، فمضطر يعني لازم يجيب نجمة سيوة يحطها في الستاندات بتاعته. مش موضوع فلوسك بتاخدها بعد قد ايه؟ الخصومات اللي بتتفرض عليك عاملة ازاي؟ طمنا. والله الفلوس بناخدها حسب يعني، ممكن على شهر 45 يوم بناخد فلوسنا.
تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يلتقي الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي يروي حكاية الجائزة وكيف ساهمت في تطوير صناعة التمور في 5 دول عربية هي مصر والسودان وموريتانيا والمغرب والأردن. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي يروي حكاية الجائزة وكيف ساهمت في تطوير صناعة التمور في 5 دول عربية هي مصر والسودان وموريتانيا والمغرب والأردن. تعالوا بقى نتوجه حالا للقاء الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، واللقاء كان في واحد من الفنادق البيئية المبهرة اللي بتتميز بيها واحد سيوة، في حضن البحيرات العجيبة وجبال الموتى. تعالوا نتعرف على بداية جائزة خليفة لنخيل التمر وإزاي نشاطها امتد للسودان والأردن وموريتانيا والمغرب، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق الخليج العربي أمام التمور المصرية. جايزة عظيمة يا دكتور، وقدرنا من خلالها أن احنا نحول مسار زراعة وتصنيع التمور في 5 دول عربية. احنا في مصر هنا نعرف الجايزة من 2015، بدأ معانا قصة نجاح كبيرة جدا، ولكن أكيد بدأت قبل كده، وأكيد كان لها أهداف سامية جدا وتحققت. عايزين البداية دكتور. مساء الخير، وأولا لن تفوتني الفرصة أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل وإلى برنامج الجدعان. أشكرك. اللي هو أشكره وأشكر الفريق القائم عليه لاهتمامه بالقطاع الزراعي، وصدقوني لو قلت لكم أن حتى خارج جمهورية مصر الحبيبة الناس تابع هذا البرنامج. أشكرك. هذا بين قوسين. خلال 13 سنة الماضية الحمد لله وصلت الجائزة إلى تطوير أو المساهمة في تطوير هذا القطاع في عدة دول عربية شقيقة وصديقة، منها جمهورية مصر العربية الحبيبة، منها المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، إن شاء الله جمهورية موريتانيا. نساهم منذ تقريبا 10 سنوات بمهرجان أرفود بالمملكة المغربية، وهناك دول أخرى تنتظر اهتمام الجائزة ومساعدة الجائزة في قطاع زراعة النخيل. يعني نستهدفها من خلال هذه الجائزة. نعم نعم سيدي، كما تفضلت سعادتك، بالنسبة لجمهورية مصر العربية حصل لنا الشرف وبتعليمات من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد أن هي نائب رئيس مجلس وزراء وزير شؤون الرئاسة، تم اختيار واحد سيوة، جمعنا كل الأطراف اللي معنية بالقطاع الزراعي وعندها اهتمام بهذا المجال، وبدأنا نشتغل سوا في أولا خلق حفل سنوي ليلتقي فيه المزارعون، المنتجون، الصناع، المصدرون، المستوردون. صحيح. الحمد لله كان أول مهرجان كان بواحد سيوة. خلال السنوات 2-3 الأولى استطعنا بالتعاون مع الفريق كامل أن نضع سيوة على خريطة العالم من ناحية في التمور ومن ناحية السياحة الجانب البيئي. صحيح. وحصلنا على شهادة منظمة الأمم المتحدة الجياز اللي تعتبر سيوة إرث زراعي عالمي. اللي جميل أيضا أننا استطعنا أن نختار ما يناهز 160 مزارع وساعدناهم ليحولوا زراعتهم إلى زراعة ومنتج عضوي. كما تعلمون المنتج العضوي قيمته على الأقل سعر مختلف، سعر 3 مرات أو 4 مرات. حصل لنا الشرف بدعم من سمو الشيخ منصور حفظه الله أن تم تأهيل وضع كل التجهيزات اللازمة لمصنع سيوة، إعادة تأهيله بالكامل بمبلغ 18 مليون جنيه، وما شاء الله يعتبر من أكبر المصانع في المنطقة. في نفس الفترة حصلنا الشرف أننا جهزنا مصنع ثاني بالوادي الجديد.
والوادي الجديد بين قوسين في آلة الفرز للأصناف الجودة العالية الوحيدة في المنطقة كاملة. تستعمل أشعة الليزر لاختيار الجودة بما يتعلق بقياس التمرة، لونها، وزنها وهكذا. استطعنا الحمد لله بالتعاون مع المؤسسات الأخرى أننا نبني ثلاجات مبردة لتخزين التمور بالواحات البحرية بسعة 4000 طن. هنا لازم أشير إلى شيء مهم لو سمحت لي سيدي. فضل. أن من 5 مهرجانات 4 مرات كانت المهرجانات برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وبالتالي هذا فخر واعتزاز طبعا لكل الناس المشرفين على هذا المهرجان. وكما قلت في البداية، المهرجان هو قاطرة التنمية بحد ذاته، وخلال 5-6 سنوات الأخيرة الحمد لله نتائج باهرة. مثلا سعر الكيلو البلح كان في واحد سيوة لا يتعدى 3-4 جنيهات، الآن لا يقل عن 15-16 جنيه. عشان يتعمل بنية أساسية صح؟ بنية صح. كان عدد المصانع يمكن تحتسب على رؤوس الأصابع وصغيرة، الآن عندهم 15 مصنع كبير. صحيح. في واحد من المصدرين هذه السنة صدر 40 كونتينر حاوية تمور 40 فوت إلى شمال إفريقيا. وبالتالي الحمد لله بدأت الصناعة تزدهر وقطاع التصدير يزدهر. دكتور، الأصناف اللي أنت شايفنا لازم نتوسع فيها النهاردة في مصر إيه من وجهة نظرك؟ والله سيدي الكريم، تجارة وصناعة التمور تبدأ عند المشتري أولا. أنا كمزارع قبل ما أزرع أشوف السوق شنو مطلوب فيها. صحيح. السوق العالمية طبعا، شنو هم الأصناف اللي ذات الجودة العالية واللي عندها مردود تجاري عالي، وبالتالي هناك تحتسب على رؤوس الأصابع. الصنف المجهول اللي هو أصله صنف مغربي وازدهر في كل من أمريكا وفي إسرائيل وفي دول مجلس التعاون، وأخيرا الحمد لله في جمهورية مصر العربية. عندك صنف البرحي اللي أصله عراقي وانتشر في نفس المنطقة في أمريكا وما نسميه العالم الجديد للتمور. صحيح. وعندك أصناف سعودية مثل الصقعي مثل السكري، هذه عندها سوق معينة لكن لا تضاهي صنف المجهول وصنف البرحي عالميا. وبالتالي الاتجاه في جمهورية مصر العربية اتجاه في هذا الصنفين، المجهول والبرحي. بالمناسبة، الدكتور عبد الوهاب زايد هو المستشار الزراعي الأول بوزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات وسفير للنوايا الحسنة، وهو حاصل على الماجستير من جامعة ريفرسايد بكاليفورنيا والدكتوراه من جامعة كولورادو في التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتعين أمين عام جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي سنة 2007، يعني مع بداية انطلاق الجائزة. جائزة خليفة؟ نعم. السنة الجاية هنشوفها ازاي؟ عايز شكل مختلف وعايز قوة أكبر وأكبر وعايز دعم أكبر للمزارعين، هنعمل ايه؟ بنفكر في ايه؟ الجائزة في خدمة المزارعين بجمهورية مصر العربية. الجائزة قطعت شوط هدفنا أولا أن أولين المحليين هم اللي يبقوا يتكلفوا بالمهرجان. احنا المهرجان كقاطرة للتنمية في مثلا منطقة أسوان تحتاج إلى مصنع، تحتاج إلى مهرجان خاص بها. الوادي الجديد فيه مصنع لكن يحتاج إلى مهرجانات. بالنسبة للتصدير، التصدير شيء مهم وشيء كبير ويرجع بطريقة تسلسلية إلى المزارع البسيط، المزارع الصغير. هذا المجال أنا متأكد أن لو تعاوننا مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، المؤسسات الإقليمية والدولية لحد الآن أنا أظن أن لا زال مجال عندها للتعاون ولإبراز ومساعدة هذا القطاع بجمهورية مصر العربية وبالدول الأخرى المنتجة المصنعة للتمور. وهذه منظمات كلها مع جائزة خليفة نعمل يد في يد للنهوض بهذا القطاع إلى مستوى أنه يصبح قطاع رائد ونسبته في الإنتاج الزراعي بالدولة تكون عالية إن شاء الله. دكتور عبد الوهاب، إحنا النهاردة بنتكلم في مهرجان بيرعاه رئيس الجمهورية، محتاجين من خبرات حضرتك روشتة عشان نقدر نضاعف صادراتنا على الأقل خلال السنتين اللي جايين، من 45 نوصل لمئة ألف، ده أقل واجب. كما تفضل سعادتك، هذا المهرجان هو برعاية فخامة الرئيس، وهذه الرعاية هي فخر، وهذه الرعاية تعطينا جهد لتطوير هذا القطاع اللي يحتاجه حقيقة. لأن عملية اختيار الأماكن المناسبة لزراعة النخيل
حصل. بدأ في زراعات الأصناف ذات الجودة عالية مثل المجهول والبرحي حصلت. عملية الإنتاج والعناية بالنخيل لمدة 3-4 سنوات حتى يبدأ ينتج حاصل الآن. نحتاج إلى البحث في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية من الآن لتوقيع عقود تصدير واستيراد. هذا اللي نحتاجه، لأن الكميات حين حتبدأ تدخل تبدأ تنتج. إحنا ما ننسى مثلاً 5 ملايين نخلة، معدل النخلة المغرب 7 مليون نخلة. لا خلينا هنا يعني بجمهورية مصر العربية 5 ملايين نخلة سيدي الكريم، هذه لو عملتي معدل 80 إلى 100 كيلو للنخلة أنت تتكلم على 500,000 طن من التمور ذات الجودة عالية. لو عملتي لها معدل 20 دولار أنت تتكلم على 2 مليار دولار. أنا أظن لو اجتهدنا في هذا المجال، إحنا كجائزة نحاول دائما في كل مهرجان أننا نستدعي ونستضيف مستوردين من مختلف أنحاء العالم، من أوروبا خاصة ومن آسيا. نجحنا في هذه العملية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقعوا عقود، ونجحنا جزئيا لحد الآن هنا في مصر، وطبعا في 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 السودان، وطبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله التصدير، دولة الإمارات تتربع هذا العرش في عملية استيراد والتصدير وإنتاج وتصدير. قيمة مضافة، تدي قيمة مضافة. طبعا طبعا طبعا، وتعطي قيمة لهذا القطاع. طبعا التعبئة والتغليف والتصنيع الإماراتي يدرس للتمور. والله الحمد لله بكل اعتزاز وفخر نقول أن وصلوا إلى مستوى متقدم الحمد صحيح. لله في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصانع القطاع الخاص والقطاع العام متعاونين. وسبق لنا أن أشرفنا على اتفاقية تعاون ما بين شركة الفوعة ومحافظة مطروح. الآن احنا نحاول نشوف اتفاقية من هذا النوع مع بالنسبة لمصنع سيوة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. بالنسبة لمنطقة الواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور أنشأنا هناك ثلاجات مبردة وهكذا. الآن كجائزة احنا نشوف أن لازم نتعاون في نطاق إيجاد منافذ البيع، هذا ضروري. التسويق العالمي صحيح، أما التسويق الداخلي هذا شيء أنا متأكد أنه بدأ الآن، وهذا نشوفه باهتمام المصري العادي بأكل البلح وأكل التمور. لا زال هناك فراغ، لكن إن شاء الله هذا خلال 4-5 سنوات تلقى أن جزء كبير من الإنتاج يروح للاستهلاك المحلي، وهذا يدخل في سياسة الأمن الغذائي. نجاح كبير للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية في سيوة برعاية جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي. والتمور المصرية فعلا تستحق مهرجان في كل مناطق الإنتاج عشان العالم كله يعرف جودة إنتاجنا ويفتح الأسواق لينا. طموحنا كبير إن صادراتنا من التمور تعدي 100,000 طن، ولازم ننتبه ده أقل حاجة لما يكون إنتاجنا مش أقل من 1,700,000 طن سنويا. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نغادر واحة سيوة يجب أن نتحدث عن هذه الواحة العظيمة. أهل هذه الواحة مفيش أطيب من كده، الأمن والأمان. لا يمكن أن تجد بقعة في مصر فيها الأمن والأمان اللي شفناه في قلب واحة سيوة، ولكن علينا أن نفكر كيف يمكن النهوض بهذه الواحة العظيمة. أحد المستثمرين وصف لنا هذه الواحة بأنها منجم من ذهب لكل من يفكر في الزراعة أو الصناعة. إذن عندنا فرص واعدة داخل واحة سيوة، سواء في زراعة النخيل أو زراعة الزيتون. طبعا احنا بنتكلم في زيتون الزيت او زيتون المائدة الخاص بالتخليل. الفرص واعدة امام هذه المنتجات للتصدير الى جميع اسواق العالم. ايضا الفرص واعدة امام التمور المنتجة في سيوة. ربنا حبى هذه المنطقة تحديدا بانواع من التمور انتاجيتها عالية جدا ونسبة السكر فيها عالية جدا، وبالتالي تحصل دائما على اعلى الاسعار في السوق العالمي. واحة بكر كما ترون، وبالتالي الفرص فيها واعدة لكل من يفكر في الدخول إلى القطاع الزراعي أو الدخول إلى القطاع الصناعي. بنتكلم في التصنيع الزراعي، يعني إنتاج التمور أو إنتاج زيتون التخليل أو إنتاج زيت الزيتون، كلها فرص
كبرى من قلب واحة سيوة. أنا لا أتحدث عن السياحة لأن السياحة في قلب واحة سيوة معروفة على المستوى العالم، ولكن أتحدث عن المشروعات التي يمكن أن تغير وجه الحياة في واحة سيوة. مطلوب مصانع للتمور بأفكار بديعة ومختلفة زي اللي شفناه النهاردة في مصنع نجمة سيوة. أيضا عايزين معاصر لزيت الزيتون عشان نقدر نطلع الزيت البكر العالي الجودة. كمان محتاجين مصانع لتخليل الزيتون السيوي وما أروعه. كل الناس اللي عرض النهاردة الزيتون السيوي مفيش أطعم منه، وخلي بال حضراتكم ده معروف جدا عندنا، أشهر منتج هو منتج صافي موجود في كل محافظات الجمهورية، ده كله من إنتاج واحة سيوة. كمان لازم أكد أن المياه الطبيعية التي تنتج من قلب واحة سيوة هي أنقى أنواع المياه على مستوى الجمهورية. يعني بجد اللي عايز يشرب مياه طبيعية عالية الجودة يدور على كلمة آبار سيوة. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان في شركة موج العملاقة لتصنيع المطابخ الصناعية الضخمة وإنشاء غرف التبريد العملاقة ووحدات الإعاشة المتكاملة المتحركة وتصميم السيارات التجارية المتنقلة والتي تستخدم كفروع لبيع الأطعمة والمشروبات والحلوى وغيرها من الاستخدامات. فريق الجدعان يشهد بالمنيا المؤتمر التمهيدي الرابع لمعرض أجري إكسبو 2022، حيث يلتقي بنحو 6 استشاريين زراعيين متخصصين في الزراعات المحمية وإدارة المزارع والري والتسميد وإدارة محصول العنب وأصناف العنب الجديدة والخضر.